السلام عليكم أعزائي. بعد ما أكملنا موضوع الماضي التام وهو أحد أنواع الماضي في اللغة الإسبانية، موضوعنا اليوم راح يكون الـ Pretérito Indefinido وهو الماضي المطلق. الماضي المطلق أيضا هذا الزمن، يعني شرحنا راح يكون إن شاء الله اليوم كيفية تصريف الفعل الإسباني بالماضي المطلق، سواء كان فعل قياسي أو فعل غير قياسي، طبعا على غرار الموضوع السابق، على غرار الزمن السابق أيضا بأفعال شاذة وأفعال قياسية. نأتي على كيفية تصريف الأفعال القياسية. عندكم هنا verbos regulares، وأيضا نفس الحالة أيضا عندنا ثلاث مجاميع من الأفعال، وهي المجموعة الأولى المنتهية بأر، المجموعة الثانية المنتهية بإئر، والمجموعة الثالثة التي تنتهي بإئر. وبحسب الفواعل اللي هي احنا نعرفها المفروض، ست فواعل: يو، تو، إل، إيا، أستيد، نوسوتروس، نوسوتراس، بوسوتروس، بوسوتراس، إيوس، آس، إياس، أقصد أستيدس. أزين، أيضا أول شيء حتى نصرف الفعل المنتهي بإئر، طبعا الفعل القياسي، الفعل القياسي المنتهي بآر، أول شيء نحذف الآر. أكو مجموعة من الإضافات لازم إحنا نضيفها بكل فاعل، يعني هاي تحفظ، هاي عملية حفظ، عملية حفظ تصريف الأفعال. طبعا عملية تصريف الفعل باللغة الإسبانية هو أكثر موضوع شوية الطلاب يجدون به صعوبة، لأنه إذا ما يمارس عليه الطالب، يعني يمارس تصريف الفعل الإسباني في كافة الأزمنة، بمرور الوقت ومن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى راح يجد صعوبة في كيفية استخدامه، لأنه أهم شيء يعرف شلون تصريفه، من يضبط التصريف حتى فيما بعد يكون الاستخدام سهل عليه. أول مجموعة عندنا المجموعة المنتهية بآر مثل ما قلنا الأفعال القياسية. بعد ما نشيل الآر، في حالة اليوم نضيف إب أثينتو، في حالة التو نضيف آستي، وفي حالة الإل والأيا والأستيذ نضيف أوب أثينتو، وفي حالة النوسوتروس نضيف آموس، وفي حالة البوسوتروس نضيف آستيز، وفي حالة الأيوس نضيف آرون. طبعا يعني خلي نشوف كيفية لفظ الفعل. نقول يو أبلي، تو أبلاستي، إل أبلو، نوسوتروس أبلاموس، vosotros hablasteis، ellos hablaron. بهالشكل يكون تصريف الفعل القياسي في حالة الماضي المطلق، من الفعل يكون ار، من تيب ار. طبعا مثل ما تلاحظون في حالة nosotros مثل تلاحظون تقولون مثل ست، شو هذا يشبه حالة البرسنت اللي اخذناه العام بالصف الاول. هذا شنو يحكمني؟ شلون أميز أنه هذا في حالة المضارع أو في حالة الماضي المطلق؟ من خلال الجملة، من سياق الجملة، من سياق الجملة. إذا كانت الجملة تتحدث عن الماضي معناته ماضي مطلق، إذا كانت الجملة تتحدث عن مضارع معناته في حالة المضارع. هذا ما يخص تصريف الأفعال المنتهية بآر، الأفعال القياسية طبعا. الأفعال المنتهية بآر أيضا نحذف الآر، منضيف إيب أثينتو، إيستي، إيو أثينتو، إيموس، إيستيس، إيرون، فيصبح الفعل يو كومي، تو كوميست، إل كوميو، نوسوتروس كوميموس، بوسوتروس كوميستيس، وأيوس كوميرون. آخر مجموعة عندنا كمثال عليها عندنا الفعل بيبير، فعل بيبير في حالة الماضي المطلق، أيضا نحذف الإي أر، منضيف إيب أثينتو، إيستي، إيو، إيموس، إيستيس، إيرون، فيكون الفعل كالتالي: يو بيبي، تو بيبيستي، إل بيبيو، نوسوتروس بيبيموس، بوسوتروس بيبيستيس، وأيوس بيبيرون. هذا ما يخص تصريف الفعل القياسي بزمن الماضي المطلق.